بعد أن تم السماح للزوار بالتقاط الصور التذكارية في مختلف الأماكن الثقافية والمتاحف بدرجة الأولى، ازداد إقبال الجمهور على المتاحف في الجزائر. رحمة حملات وأسامة حجو يفصلان. نحن هنا داخل المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية بالعاصمة، حيث يتجول أكلي رفقة زوجته ويلتقطون الصور التذكارية بعد أن صار التقاط الصور داخل المتاحف مسموحا به. J'en suis sûr qu'il y aura une très très grande amélioration, surtout dans notre système éducatif. Et c'est une très bonne chose. C'est une façon de faire connaître aux autres, même s'ils n'ont pas la possibilité de se déplacer. السماح للزوار بالتقاط الصور أمام هذه التحف التاريخية زاد من نسبة الإقبال على المتحف، خاصة بعد أن فتح أبوابه لإقامة ورشة رسم خاصة بالأطفال. هذا المتحف كما تشوفوا عنده أيضا ورشة، وهذه الورشة تتكون من عدة أنشطة بما في ذلك هاوليك الرسم على البلاطات الخزفية، ورشة الفسيفساء، وأيضا الرسم، وكما ترون أيضا ورشة الفخار. لاقت هذه التعليمة رواج كبير من عند الناس، أنه لو يحبوا يستقطب يعني كان ولا فيه رواج كبير للزوار ويأخذوا صور ويخرجوا يعني بفرحانين. إعادة النظر في القوانين المتعلقة بتسيير المتاحف وتكييف بنودها مع ما يرغب فيه الجمهور خطوة جيدة لفك قطيعة طالما حرمت الجمهور من زيارة المتاحف. نبقى دائما في ذات